بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان اخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الدرس جديد، وغادي نحاول نشوفوا كيفاش نتعلموا يعني طريقه الكتابه بالصور برنامج بويربوينت. باغ اكزومبل مثلا عندنا شي كتابه مثلا، قولي باش نلونوها مثلا بلون عادي ولا شي حاجه، نقدروا مثلا نلونوها بشي صوره. يعني باغ اكزومبل عندنا هذه الكلمه هذه او ناتك، يعني مثلا بالبيض، يعني ممكن نديروا لها مثلا لو فون ديالها او لا لارير فون ديالها مثلا صوره، كتولي بحال الشكل هذا. او لا نشوفوا هذا اكزومبل هذا مثلا، يعني هنا كنا كاتبينها باللون الاسود، بعد ما درنا لارير فون ديالها مثلا صوره، يعني ولات بحال الشكل هذا. دونك نمشيو على بركه الله، نمشيو نشوفوا كيفاش كنديروا هذه العمليه في برنامج بويربوينت. دونك ندخلوا بويربوينت، يعني اول حاجه غادي نمشيو نديروا انسيغي مثلا زون دو تكست، نحاول نكتب واحد دو تكست ديالنا هنايا مثلا اويناتك. نحاول نكبروا هاد الكلمه هادي لاطاي ديالها، نبدلو ليها باغ اكزومبل لابوليس، ناخذوا هاد لابوليس هادي، نحاولوا نكبروها شي شويه، نحاولوا نديروا ليها سونتخي في الصفحه ديالنا اولا لا بريزونطاسيون. من بعد كنمشيو نجيبو الصورة ديالنا. دونك كنمشيو لمني انسيغي ونديرو مثلا سات فواسي نديرو ايماج، نمشيو لبيغو مثلا عندنا لا و فين مسجلين الصورة، نديرو كونت ايكون باش نشوفو الصورة ديالنا. نحاولو ناخدو هاد الصورة مثلا، دونك فوالا يعني كيما كتلاحظو يعني جات اون بخومي بلون، حنا غنحاولو نردوها اون اغيير بلون. دونك كليكيو بالضوء، كليكيو على اغيير بلون. دونك كما كتلاحظوا الكلمه جات فوق الصوره. دونك نحاولوا نسيليكسيونيو مثلا الصوره ديالنا ونكليكيو على شيفت ونسيليكسيونيو او ميم طون الكلمه ديالنا. دونك لاحظتوها هما بجوج، يعني الصوره والكلمه مسيليكسيوني. دونك كنجيو لهنايا فورما، كنجيو لهاد لابارتي فيزيوني لي فورم، وكنكليكيو على انتر سيكسيون. يعني كما كتلاحظوا ها هي الكلمه ديالنا ولات اللون ديالها على شكل صوره. نحاولوا مثلا نبدلوا مثلا شي صوره اخرى، مثلا نرجعوا ناخذوا اكزامبل اخر، مثلا نحيدوا هذه الصوره هذه، نجيبوا شي صوره اخرى مثلا نديروا انسيغي، كليكيو على ريبيرتوار ديال ليزيماج، ناخذ مثلا هاد الصوره هذه الاولى، نحاول نكبروها شي شويه على حسب الكلمه، نرجعوا اغيير بلون. دونك ندير لها سيليكسيون المو هي والكلمه، نبركو على البوطون شيفت، كنجيو فورم نديرو فيزيوني لي زيماج لي فورم انترسيكسيون. يعني كما كتلاحظوا ها هي يعني خدات الشكل ديال الصوره. يعني كان هذا درس بسيط جدا، يعني حاولنا نتعلموا كيفاش نديروا مثلا يعني كلمه نرجعوا ليها الفون ديالها، اولي باش نديروا مثلا لون عادي كنحاولوا نديروا الشكل ديالها يكون على شكل صوره. يعني حاولوا تمرنوا على هذه القضيه هذه دونك بالصور اللي عندكم مثلا. كما لاحظتوا يعني العمليه بسيطه جدا. دونك الى عجبكم الدرس حاولوا تشتركوا معنا. دونك معلومة أخرى هو أن نحاولوا مثلا نسجلوا هاد الكتابة اللي وضعنا عليها الصورة، نحاولوا نسجلوها أون طون كيماج، نكليكو بالبوطون دغوات ونديرو أونجيستي أون طون كيماج. حاولوا مثلا نسجلوها في البيري ديالنا إيماج دو، حاولوا ناخدو ليكستونسيون هنايا، بغينا مثلا شفافة كناخدو بي إن جي، بغينا مثلا صورة عادية كناخدو جي بي، ديرو أونجيستي. دونك إلا مشينا للبيرو ديالنا غنلقاوها كاينة هي هادي. فوالا دونك كان هذا درس بسيط جدا، يعني حاولنا نتعلمو كيفاش نكتبو ببرنامج نكتبو بالصورة يعني ببرنامج بويربوينت. دونك الى عجبكم الدرس حاولوا تابوناو معنا، بالنسبة للناس اللي ما مابونينش، بالنسبة للناس اللي مشتركين معنا حاولوا ديرو واحد لايك ودعمونا، بارطاجيو هاد الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.